تبقى ما عندها شغلة بمشاكل الناس ولا، ولذلك تلقاهم فاشلين في جميع الاتجاهات لأنه شغال بقضايا ليست قضايا الأمة. والله لو جابوا زول قالوا له افشل ما يفشل زي الناس. عمر بن عبد العزيز زمان قال لو تخابست الأمم وجئنا بالحجاج لغلبناهم. قال لو عملوا مسابقة في الخبز وقال نحن بس جبنا الحجاج ابن يوسف قال بني أمية ديل جبنا الحجاج قال نغلبهم كت. نحن لو عملوا مساغة بالفشل وجبنا ناسنا ديل علي باليمين الأمة دي كت نغلبها فشل سس. يا أخي لا كهرباء لا دقيق لا أم لا حتى ذات الأجوبة ذات فاشل والوعود كلها فاشل. المهم دي نتيجة العمالة، نتيجة العمالة إنه الاستعمار الحديث إنه ينصب أمثال هؤلاء في بلاد الإسلام لكنهم ما بيصمدوا ما صمدوا في أفغانستان وصرفت عليهم تريليونات الدولارات فلم يصمدوا لقتال ساعة. كابل دخلوها بدون قتال وبدون دم وشفنا من المظاهر التي يسر بها المسلم الناس بينزلوا في صور النسوان العريانات من البوتيكات ومن المنائنة دي براها عزة ولا ما عزة. النسوان ما سألوا إن براين لبس ثمن يتقنع عن براين جابين مذيعة السي إن إن لابسة الخطاب بتاع ده ما ربي تروصين الخلاط ربي تراسه شنو عزة الدين وعزة الإسلام بمجرد ما ارتفعت هذه الراية إن كان هذا صادقا أو كاذبا فالله أعلم به. بمجرد ما ذلك ضربوا المطار الممثلين والفنانين والمخرجين وجميع القحاطة في تلك البلاد. القحاطة سلوك طبعا سلوك كونك تكون قحطي لا سلوك سلوك الفرد زي زمان يقولون البرلمة سلوك كذلك الزول برلوم يعني عنده سلوك معين. والقحاط في أفغانستان فيه في مصر فيه في أي حتة فيه بعدين بيشعلك في الطيارة زي دي. ضربوا كلهم شنو كلهم ضربوا المطار يمموا وجههم شطر المطار لأنه عارفين الآن تاني لا في غنى لا في تمثيل ساي هو طبعا احتمال يكون فيه لكن الشيء الواقع إنه تاني البلد دي ما فيها تمثيل. واحدة مخرية جايبينها جارية وخدت رابطة طرحتها قالت تاني شغل ما فينا أي ما في شغل. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى يجي يوم يكون لديه الشغل ما في. الآن ارتفعت أصوات الفاسقات والفاجرات حتى هسه قالوا في مبادرة عاملة واحدة فنانة عشان تعالج لنا نحن الكهرباء رجال بيشنباتنا فنانة سيما منو قريت أنا قبيل ها. المهم واحدة قالوا دي عندها مبادرة عشان تجمع 3 مليون دولار عشان يعالجوا لنا موضوع شنو الكهرباء. بقت نحن دير السودانيين دير يمر عند الفنانين والفنانات والبلد من يرتفع صوت دير أهل الباطل دير ويبقى الكلمة للفنانين والفنانات وفنانة فلانية وفلانة الفلانية أعرف إنه البلد دي انتهت خلاص وأعرف إنه الرجال في البلد دي ماشي لورا. لكن أنا بشركم الأمة دي تنام ولكنها لا تموت. الأمة دي أصلها قدر من تنوم يوم واحد بتصحى ويوم التصحى بتشعلك أنت في الطيارة يوم التصحى بتشعلك أنت في الطيارة بتشوف بلدك وين لأنه الأمة دي مغلية الآن من جوا لا لمينا في دنيا يا لمينا في آخر. يعني إحنا الآن الشيء اللي حصل علينا ده الدنيا ما لمينا فيها. الناس يبيعوا الدنيا بالخبز نحن الخبز ذاته ما بعناه بالهوى وبالوعود الفاشلة وبالقرارات وبكلام ساكت هلامي نجيب لكم نجيب لكم نجيب لكم وكل يوم المسألة ماشية لورا وتارة لورا. الحين نحن كلامنا ده لما قلناه عن أفغانستان لأنه دي الناس مسلمين يهمنا ويعجبنا فانتصاره أي زول بينتصر على بلاد الكفر دي نحن والله بيعجبنا. بعدين خلافنا معاه في المنهج وفي المسائل الثانية دي لقدام بنجن عالي لكن الآن نحن معه وحدة. ولذلك جميع على الإسلام في هذه البلاد يجب أن يتوحدوا خلف راية لا إله إلا الله والناس ما تنصرف إلى معارك انصرافية. للأسف كثير من الناس الآن الذي يعتقد نفسه على المنهج السليم زعلان يقول لك دي الخوارج يفتش النت ده يفتش عما جوجل ده عشان يطلع في أفغانستان دي عيب أو في طالبان دي عيب. يا أخي ده ما وقت البحيث ده ما وقت البحيث انت الان الموضوع ده خليه شويه لبعدين قدام فتش لكن يفتش عشان يثبت الهمم. والله في ناس لا دارين يحكموا ولا دارين الدين يحكم. انت ذاتك ان مرقت قلت له انا ناس امشي وراي انا اشوف البلد دي خبر شنو نمشي قدامكم يقول لكم احنا انها هنا قاعدون لا دارين يكات ولا دارين خلق الله يكات ولا دارين مسلم ينتصر. افغانستان دي 20 سنه
حاكمنا العملاء دي الزول نظم ما فيه. اول من جات الان طالبان دي قامت كثير من الرايات تطعم فيهم. انت وين 20 سنة ما نظمت وعملاء كانوا حاكمين البلد واغرب الى الكفر. اول من يجي ناس مسلمين ورافعين راية الدين طوالي تجد دين لا يطعم فيهم. ده حربي على الدين وان ظن انه على الجادة. لكن ليس على الجادة. المسلم من وازن بين شر الشرين واعلى المصلحتين. الشر مرات لا بد يقع شرين، يا يقعدوا عملاء يا يقعدوا مبتدعه، يقعدوا يا توب.